للعلم عائشة كان لسانها قذرا فحاشا سبابا إلى أقصى درجة. القاتل بالنفس كلهم على هذا المنوال، ولكن بعضهم يتقن التقية وبعضهم لا يتقن التقية. إن ياسر الخبيث لم يأتي بهذا المقطع من نفسه، هو مسطور في كتبهم، هو مكتوبا في أمهات عقائدهم. هذه عقيدة، اللي بيعتقد هذا القرآن كامل وما في قرآن عندهم كافر، هم اللي كفروا. اللي يقول اللي يحب الصحابة عندهم كافر، ووصلوا إلى درجة يقولون اللي ما بيلعن، اللي ما يلعن، يعني أنت ما حبيت أبا بكر، ما حبيته، أنت كافر حتى تلعن أبا بكر وحتى تلعن عثمان. ما هو فاضي يسمع هذا الكلام الذي تحتج منه الجبال وتتقطع به الأرض، لأنه ينقل من الإيمان، لأنه جاء مدد من المهدي. لذلك فنحن بدورنا نستنكر هذا الفعل بشدة، ولا نقبل، بل لا نقبل حتى بسب الصحابة، وهذا الفعل لا يقبل به الإمام أحمد الحسن. لذلك نطالب من الأخوة الشيعة فعلا الذين يحبون أهل البيت أن يترفعوا عن هذه المسألة، وأن الذين يسبونهم فعلا لا يمثلون الشيعة في شيء. الشيعة هم أخلاق أهل البيت، أهل البيت سلام الله عليهم هم أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك فكل من يخالف أهل البيت في أخلاقهم ليس من الشيعة ولا يعتبر من الشيعة. ولذلك فأنا بدوري من هذا المكان باسم السيد الإمام السيد أحمد الحسن أقول أن هذا الفعل غير مقبول، بل أن هؤلاء فسقة، وأن سب الصحابة لا يقبل ولا يرضي الإمام أحمد الحسن عليه السلام. لذلك أنبه على هذه المسألة وأحث الأخوة جميعا أن يلتزموا بذلك. هذا بالنسبة لما رأيناه. سؤالي الآن، بلغنا وأنا التثبت، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وتثبتوا. هذه بقى قراءه حلوه، فتبينوا فتثبتوا، ما اختلف رسم عثمان، تبين نفس المعنى. ان زوجة المهدي تتمتع، صحيح هذا ولا غير صحيح؟ أرجوك استاذ عدنان، هذا الكلام لا يصح، هذا الكلام استاذ عدنان لا يصح، هذا الكلام لا اقبل به هذه الاهانات. لا اقبل، انت رجل دين، انت رجل دين والناس تسمع هذه التطاعات، لا اقبل ان تطاعات استاذ محمد، هذا الكلام لا اقبل به. انت في منظرة علمية، انا لا اقبل به، انا لا اقبل به هذا الكلام. شيخ صادق، يحترم مقدسات، انا جالس هنا في مناظرة، علمية. أيها المسلمون، والله ما فعلت ذلك إلا عمدا وما أسأت الأدب. سألته سؤال، فالتمتع عندهم سنة شرعية، فسألته هل هذا في تمتع؟ الشيخ عدنان أرجوك رجاء، أنا ما قاطعك، هذا الكلام ليس مدار البحث، وأنت تقول أنا أبو مدار البحث. ما قاطعك يا شيخ صالح، أنا لا أقبل، أنت تقاطعني عندما تخرج، وأنا من حقي أن أقاطعك عندما تخرج من هذا المسجد. تفضل يا شيخ، تفضل. انا لا اقبل هذا الكلام، خليه برا، خارج برا، عايز يهديك، خارج، عايز يهديك اقتصادك، كل سبب العلم. ايها المسلمون، ارايتم حميته لزوجة المهدي؟ اقل ما اقول ربما يكون مسلم بس مجنون.
أرأيتم؟ يا وأنا ماذا قلت؟ ما اتهمتها بالزنا. أنا قلت له هل فريضة عين عدنان فريضة عين عدنان لا تخاف لا تخاف لا أسمح أنا ما أسمح لا إزاي أنا ما أسمح يعني تسمح بسبب لا يخرج لا يخرج لا يخرج يخرج عن نقطة البحث أنا هي ناظر لا لا خارج عن نقطة البحث سالم لا خارج عن نقطة البحث عندك من أدوات لا خارج عن نقطة سالم محمد هذا الكلام هذا تهرب لا وفي وقتك الكرام هذا هروب هذا هروب من المناظرة هذا هو يعلمك هذا هروب من المناظرة هذا هروب المحور المناظرة محور علمي هذا هروب من المناظرة اسمعوا يا أخو اسمع التعليل يا شيخ صادق اسمع التعليل تفضل أنا اصطرحت سؤال استبياني لم أتهم معاذ الله والله لو خرت الأخر من السماء ما أتهم أما مجرد السؤال مجرد السؤال عن زوجة النبي ثار يا ليته ثار ليس ليس لنا علاقة بهؤلاء الذين يا ليته ثار لكن جلس هكذا لما سمع ذاك الوغد الحقير الخبيث ياسر وهو يتهم عائشة فجلس هكذا والله والله يا عمر لا يكون لي بينك وبينك شأن لأنكم ما تحضروا المقاطع جلس هكذا جلس هكذا وقال إمامنا المهدي إمامنا المهدي دقيقتين إمامنا المهدي إمامنا المهدي منع لاحظوا إمامنا المهدي منع الكلام عن عائشة لكن لما تكلمنا عن زوجة إمامه صار وأنا ما قلت يأتي بأمر شر صار وغضب وجمجر أما على أم المؤمنين فما رأينا قلنا زوجة سيد نعم البيت قلنا قولنا فيها الذي قال الذي أدعى المؤمنين وانتهت المسألة وقعت في فخ يا سيد صادق وقعت في فخ أي فخ وقعت في سيد محمد أي فخ نصب لك الشيخ فخا وقد وقعت فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر